طيب خليني قبل ما ده اقول لك برضو ان احنا الحقيقه مشاركين يوم 28 دي ولادنا من النادي الاهلي في ماراثون زايد اللي هيقام في الاسماعيليه، والنادي ايوه الاهلي بيشارك فيه بالعديد من الفرق الحقيقه لعده عناصر، سواء عناصر رياضيه او عناصر دعم الحقيقه دي، طبعا تقديرا واحتراما الحقيقه دي سمو مؤاد زايد الحقيقه لدوله الامارات الشقيقه اللي بتربطنا بيها علاقات قويه جدا سواء مع مصر او كمان الحقيقه مع النادي الاهلي. فاحنا مشاركين مع وزاره الشباب والرياضه في ماراثون زايد اللي ان شاء الله هيقام يوم 28 في الاسماعيليه. بالنسبه للسؤال بتاعك يا ابراهيم، بالنسبه للقصه الخاصه بالجماهير، يمكن احنا بدانا الحمد لله نسلم الكروت بتاعه اهلاوي ال 11000 كارت اللي كانوا الحقيقه في الفتره اللي فاتت كانت ناس الحقيقه جماهير الاهلي مسجله بياناتها طبعناهم وبدانا نسلم، المفروض خلال يعني بحد اقصى اسبوع يكونوا استلموهم ان شاء الله، والسيستم مفتوح لتسجيل اي اعداد من جماهير النادي الاهلي انها تخش تسجل بياناتها لاصدار الكروت بالتوالي، ويعني يبقى مستمرين في اصدار الكروت الخاصه بالنادي. كمان الحقيقه دلوقتي بنطور الكارت الخاص باهلاوي خلال الفتره الجايه، وهنعلن عن البنفيتس اللي هتبقى موجوده فيه، او يعني نقدر نقولها المميزات اللي هتبقى موجوده في هذا الكارت، انه ممكن بكارت اهلاوي ياخد العديد من الخصومات في مجالات كثيره جدا ممكن تبقى موجوده داخل المجتمع المصري، وبالتالي يتحول كارت اهلاوي الى ميزه اضافيه لاي واحد يحصل عليه خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه للمباريات والعلاقه ما بيننا وما بين وزاره الداخليه، الحقيقه العلاقه جيده، عملنا يعني اجتماعين كانوا مميزين جدا، اتحركنا على ملفات واضحه، قدرنا ان احنا يعني ننسق الافكار ما بيننا وما بينهم في جزئيات ان يبقى في تذاكر خاصه بالجماهير، محترمين القواعد اللي النادي الاهلي مضاها الخاصه مع لجنه الانديه في اتحاد الكوره اللي هي خاصه 5000 مدعو يكونوا موجودين، عباره عن 1500 خاصين بوزاره الشباب والرياضه و500 خاصين بالفريق الصيف، وال 3000 عضويه سوري 3000 تذكره يبقوا لاعضاء وجماهير النادي الاهلي، وهيترفع السيستم، وبالفعل تم فتح السيستم بالامس بعد مباراه الاهلي في افريقيا كما وعدنا الناس. واحنا عندنا الاربع ماتشات الجايين هي ماتشات الحقيقه مش النادي الاهلي اللي بينظمها، هي ماتشات الفريق الاخر، فالداخليه هو ده ماتش هو، وبالتالي احنا بعتنا ونسقنا معاهم ان احنا نشتري 500 تذكره خاصين بالفريق الصيف اللي احنا النادي الاهلي، وبالتالي هيتم طرحهم على السيستم فورا بمجرد ما نستلمهم على طول. طب ممكن هنا اتوقف لحظه، يعني مثلا الداخليه، هل ممكن مثلا نطلب من الداخليه ان احنا نضاعف الكميه دي ونشتريها وندفعها؟ والله ممكن طبعا، بس يعني احنا ما كناش عايزين نخرج بره الاطار بتاع العمليه التنظيميه اللي هي اتحاد الكوره اعتمدها، عشان ما يتقالش ان النادي الاهلي بيخالف، بل بالعكس النادي الاهلي ملتزم. هذه مش مخالفه، يعني انت بتشتري من اذا حبوا يبيعوا لك، لان هو والله خلينا يعني والله يعني هي وجهه نظر برضه، لان يجوز هو ما عندوش 3500 مشجع يعني طبعا، وممكن يكونوا ال 3000 بتوع اهلاويه برضه كابتن بالظبط، فسيبهم يخشوا ويشجعوا الاهلي يعني برضه ممكن يكونوا اهلاويه برضه يا كابتن. على اي حال ده فكره جات لي كده، يعني مش بالضروره يعني. في حاجه كمان، في حاجه مهمه ودي الحقيقه الاهم، احنا يمكن عاملين عدد من الاجتماعات الفتره اللي فاتت مكثف شويه بالنسبه لجزئيه المباريات. طبعا احنا كنا خدنا الحقيقه موافقه تم ابلاغنا بيها الحقيقه، وبشكر معالي وزير الداخليه على ان النادي الاهلي بمجرد افتتاح استاد القاهره يبقى النادي الاهلي يستطيع انه يلعب مبارياته عليه، وده في حد ذاته اعتقد شيء يعني يرضي جماهير النادي الاهلي ويرضي النادي الاهلي علشان مشقه السفر الى لا دي خطوه مهمه، لكن مهمة. لكن لا تعول كتير، لانه استاد القاهره فيه مشاكل كتيره يا استاذ عبد. استاد القاهرة قدامه شهر ونص، وأنا متابع وموضوع النسيلة والبذرة والمكن والحاجة دي خلال 3 أيام، وأنا يمكن برضو متابع الملف عشان النادي الأهلي، أنا حابب إنه نجري نلعب على استاد القاهرة، فمتابعين الملف بيتحرك إزاي وعلى اتصال بهيئة استاد القاهرة وبوزارة الرياضة. ده جزء. ثاني حاجة، عندنا اجتماع يوم الخميس القادم الساعة 10:30 الحقيقة في استاد القاهرة مع مندوبي وزارة الدفاع ومندوبي شركة فالكون،
الحقيقه بعد اجتماع كبير قدرنا ان احنا نعمل تصور كده للفيس ريكوجنيشن او البصمات الوجه اللي بنفكر ان احنا نعملها، فرايحين نجرب تجربه كده ان شاء الله تكون ناجحه من كاميرات بوابات بتركب بمشيئه الله، وبالتالي نقدر ان احنا نحدد ان اللي هياخد التذكره هو اللي هيخش فيها. وده الحقيقه هيبقى جزء من التحرك اللي برضه بنتحرك عليه بسرعه، ان احنا ازاي نحدد ارقام الكراسي وازاي نحدد الاسماء اللي على الكراسي وازاي نرصد ان اللي هياخد تذكره برقم الكرسي يقعد في نفس المكان ويبقى مسؤول عنه، واذا اتكسر هو مسؤول عنه. بالفعل كده، يمكن دي برضه جزء من الحاجات الجديده اللي بتتحرك عليها، ان في كاميرات نفسها كمان بتركب في الاستادات، هذه الكاميرات بتبقى واخده بعض الاوضاع معينه للجماهير، لو حد بيرمي حاجه، لو حد بيعمل اي حاجه، هذه الكاميرات بتقوم رصد على طول وتحدد المدرج اللي بيحصل فيه حركه غير مناسبه الى حركات الطفل. وده بيحصل في العالم كله يعني. وده على فكره، ما هو الكلام ده كله جاي من بره، يعني الحاجات دي كلها اللي احنا بنتكلم فيها هي نفس التجارب اللي موجوده بره على مستوى العالم. احنا بنحاول نجري كنادي اهلي ان احنا نعمل بصمه بشكل قوي في هذا الملف وبنتحرك عليها، والحقيقه في جهات بتساعدنا بشكل كبير جدا، اتمنى كمان جمهورنا يساعدنا، وان جمهورنا لما يدخل الحقيقه ما يبقاش فيه اي نوع من انواع اللافتات او اليوفط، اللي الحقيقه بترجعنا تاني لنقطه الصفر. صحيح. ونخش في يعني في ملفات الحقيقه بتبقى يعني مرهقه جدا لينا، ونرجع تاني الملف. هو قال الاوان ان اللي رايح يتفرج يبقى رايح يتفرج على كوره ويشجع فرقته ويعني يركز في هذا الهدف فقط. انا عايز اسال حضرتك بقى، عايز اسال حضرتك ماذا